لكل من يلتحق بنا الحين، اسعد الله مساءكم من جديد واهلا بكم في الظهيره نيوز، متواصلون معكم على المباشر من استوديوهات الشروق الاخباريه. نتناول في الملف الثاني ارتفاع حالات الغرق في الشواطئ الجزائريه بعد 15 يوما من فتحها. كل هذا سيكون رفقه ضيفي المكلف بالاتصال بالمديريه العامه للحمايه المدنيه نسيم برناوي. أقول عفوا أستاذ نسيم، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. مرتاح؟ مرتاح الحمد لله. إذا أستاذ نسيم، يعني كسؤال مباشر، ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالة الغرق في الشواطئ الجزائرية بعد 15 يوما من عملية الفتح؟ بعد 15 يوم من عملية الفتح، يعني تقريبا موسم الاصطياف أو الشواطئ إن صح التعبير، شيء جميل متنفس للعائلات يعني، لكن في المقابل واقع مر وما واقع مؤسف. طبعا فيما يخص يعني اذا وقفنا الحصيله اللي شهدها او وقف عليها جهاز حراس الشاطئ والاستجمام للحمايه المدنيه منذ 15 اول، يعني نحن الان ما يقارب سجلنا توافد تقريبا 20 مليون مصطاف عبر كل الشواطئ المسموحه للسباحه. عدد التدخلات مهم جدا، انت في 15 يوم ان يكون لديك اكثر من 14100 تدخل. هذا التدخلات سمحت بإنقاذ من الموت والغرق 10,100 شخص خلال 15 يوم. تقريبا هذه الحصيلة كانت حصيلة شهرين في السنوات الماضية، يعني أرقام مخيفة جدا وتدخلات معتبرة جدا لهذا الجهاز وهذه الاحترافية، نشكرهم على هذه المجهودات. زيد بالإضافة إلى عدد الأشخاص الذين تم إسعافهم ما يفوت 4,000 شخص، يعني تم إسعافه وإنقاذه، تقديم له إسعافات ضرورية في مراكز الحراسة ثم تحويله إلى المستشفيات المراكز الصحية. لكن الملفت للانتباه هو عدد الوفيات. عدد الوفيات خلال هذه 15 يوم هي الان في الشواطئ 41 حالة وفاة. للاسف 26% منها عفوا في الشواطئ الممنوعة والشواطئ الصخرية، والباقي الحالات في الشواطئ المسموحة ونصفها خارج اوقات الحراسة وعمل اعوان الحماية المدنية واعوان الموسميين. بقراءة يعني 41 حالة وفاة في 15 يوم، يعني نفرض لو كان شهر اوت، يعني الشواطئ فتحت في 1 اوت، الان نظن انه كنا ربما كنا نتجاوزوا 80 الى 90 وفاه، شيء كثير جدا. نتفهموا انه توافد هام جدا، انه 20 مليون في 15 يوم يعني رقم قياسي. نذكر فقط من 40 ساعه الاخيره الحمايه المدنيه سجل توافد 5 ملايين مصطاد في الشواطئ المسموحه للسباحه. نعم. حتى التدخلات كانت مهمة جدا في 48 ساعة الأخيرة، كان عندنا 2600 تدخل ما سمح بإنقاذ من 1764 شخص من الغرق، والثمان وفيات فقط كانت في 48 ساعة الأخيرة، خمس منها في مستغانم فقط، خمس أشخاص في مستغانم. طبعا في مستغانم اللي كانت يعني أول أمس أو عفوا أمس خمس وفيات في يوم واحد، ثلاث وفيات في شاطئ واحد، وكانت حالة البحر هائجة جدا والطيارات قوية جدا رغم نداءات الحماية المدنية يعني أنه ما تدخلوش ما تسبحوش، وتم إنقاذ ما يقارب 10 أشخاص في نفس المكان، أنه كانت حتكون كارثة أمس في مستغانم من تدخل لعمل الحماية المدنية، إلى أن التهور والمغامرة هو نتيجة الآن. ناهيك عن الغرق والوفيات التي سجلت قبل فتح موسم الاصطياف، برغم انه كذلك مصالح الحمايه المدنيه نعم. قبل فتح الشواطئ وكذا نعم، وكذلك قامت بالعديد من الحملات نعم. التحسيسيه والتوعويه، لكن يعني هل هذا راجع يمكن لنقص الوعي لدى المواطن الجزائري استاذ برناوي؟ هو عده عوامل مرتبطه ببعضها، يعني ما نقدرش نتهموا كل المواطنين بنقص الوعي، انه فيه مواطنين يتقيدون بالوقايه ويتقيدون بالتدابير والنصائح والاشارات، لكن فيه نسبه، هذه النسبه التي يعني الحمد لله راهي ضئيله، لكن شوف يعني العواقب، نشوفوا الحصيله الان يعني في نسبه الوفيات، ونشوفوا لولا لم يكن هذا الجهاز متواجد، يعني نشوفوا الان ربما نتكلم على الالاف من نعم. الوفيات. صحيح ان التوافد كان كبير، هذا ما يفسر انه يعني نسبه كبيره ما تفوق 80% من المواطنين يحترموا يعني التدابير الوقائيه والنصائح التي بعدم التوافد عن الشواطئ، كانت نسبه قليله التي كانت تتوافد، لكن هذا الاقبال الكبير يعني ربما ما يفسر انه كان هناك يعني ضغط على هذه الشواطئ، لكن هذا الشيء ما يمنعش انه لما تكون السباحه ممنوعه ورايه حمراء انه الناس ما تغامرش بنفسها وتسبح. زيد على ذلك يبقى ظاهره التوافد عن الشواطئ الممنوعه خاصه من الطابع الصخري، ما زالت يعني في رغبه الجزائريين، في فئه كثير اللي يحبوا يروحوا لهذه الاماكن ونعرفوا خطوره هذه الاماكن. في كثير من الاشخاص توفوا في الصخور من جراء السقوط، امس فقط كانت لدينا حاله شخص محصور في الصخور يعني سقط ولم واحد لم يره.
طبعا فيهم من أصيبوا وفيهم خاصة الوفيات في هذه الأماكن، لأنه لما يغرق شخص ولا أحد يغامر بنفسه من أجل الدخول وإنقاذه. ظاهرة أخرى سلبية ومؤسفة جدا وهي السباحة في المجمعات المائية، البرك، الأحواض والسدود، التي الآن كذلك 68 حالة وفاة، وتشكل خطر كبير على حياة المواطن، على حياة المواطن والفئة المعنية في هذه الأماكن، وهي أطفال صغار ومراهقين، يعني من 6 سنوات إلى 16 سنة، كما كان خلال 48 ساعة الأخيرة 5 وفيات، 2 في غليزان في واد، وعلى مستوى كل من سكيكدا وشلف وولاية أخرى. 68 حالة وفاة منذ 1 جوان، نذكر فقط السنة الماضية كانت عندنا 77 حالة وفاة خلال 4 أشهر، والآن يعني الآن شهر أوت لم ينتهي، ما زال شهر سبتمبر، ونتخوف أن العطلة ما زال مستمرة أن لغاية أكتوبر، خاصة فيما يخص الأطوار الدراسية الأولى والثانية. إذا الآن هذه النداءات الاستغاثة وهذه النداءات الوقاية والتكرار وكل وسائل الإعلام تتحدث على هذه الحصيلة، نحن يوميا نقدم حصيلة مرة للمواطن عبر كل وسائل الإعلام، يوم سجلنا 5 وفيات، أمس 9 وفيات، 10 وفيات، حتى نلفت الانتباه، نلفت الانتباه العائلات، نلفت الانتباه المواطنين أن نتوافد على هذه الأماكن، هاي مقابل وش يكون من حصيلة. لكن لما نتقيد من النصائح والإرشادات راح تكون يعني أنت في مأمن وفي سلامة، ها هو الشواطئ المفتوحة، ها هو أماكن السجن مفتوحة، لكن العقل والتقيد بالوقاية والتقيد بثقافة يعني طبعا تحلي بالصبر وعدم المغامرة يسمح لك أنك تقضي وقت ممتع وتتنزه وترفع على نفسك وتعود إلى البيت سالما غانما. يعني شوفوا الآن مؤسف أنه كما شافر 48 ساعة الأخيرة 13 وفاة من البحر والمجمعات المائية، يعني 13 حالة حزن في عائلات جزائرية، يعني نتكلموا الآن محزن صح. الوفيات بين البحر والمستوحات المائية منذ الفاتح حجوان نحن في 174 حالة وفاة، يعني 174 عائلة دخلتها الحزن والأسى خلال هذا موسم الصيف. ربما العائلة تلقى هذه أخذت كل تدابير الحماية من وباء كورونا، لكن للأسف يعني عدم طبعا اتخذ تدابير في السلامة من البحر، ونهيك عن يعني حوادث المرور كذلك، يعني خلال 48 ساعة الأخيرة 9 وفيات، والحوادث مستمرة وزادت خلال شهر أوت هذا، خاصة بالعودة التدريجية للحياة وكثرة يعني الحركة في شبكة الطرقات. نعم طبعا يبقى الآن حتى الآن موسم الصيف موسم مؤلم للجزائريين، أنه نخرج دائما في نهاية موسم الصيف نخرج بحصيلة ثقيلة، سواء من الوفيات في البحر أو من جماعات المائية أو حتى حوادث المرور وكذلك الحوادث المنزلية. لماذا الآن سؤال يبقى مطروح، يعني المواطن الآن من الضروري الآن أن يتحلى بكل التدابير الوقائية، خاصة في طيلة الأيام العادية في مواسم أخرى كالخريف والربيع وما شابه ذلك، لما لا خلال موسم الصيف. وقبل يعني قبل الحديث على الإجراءات والتدابير الوقائية التي يعني يمكن أن مصالح الحماية المدنية أنه راح تعتمدها في الأيام القليلة القادمة يعني بالتزامن مع نهاية الموسم الصيفي، كذلك في سؤال منفصل أستاذ نسيم، لاحظنا أنه في الشواطئ الجزائرية كان العديد من الظواهر، من بين الظواهر اللي نلاحظوها كذلك اختفاء الأطفال في الشواطئ، يعني أي واحد مثلا مواطن جزائري يكون في البحر يلقى مثلا واحد من دارك الوطني يكون معه طفل صغير يقول لك أنا تبحرت أنا كذا، يعني ما هي أسباب هذه الظاهرة خصوصا في هذا مع الفتح؟ حصلت بزاف يعني لاحظنا بزاف أطفال ضاعوا في الشواطئ. صحيح، وهذه ظاهرة تتكرر يوميا في الشواطئ الجزائرية. أمس فقط كانت عشرات من الحالات خاصة في مزغانم، كانت قلت أمس كارثة في مزغانم خاصة في الشاطئ المطراية، أين كان توافد كبير وضغط كبير على الشواطئ، خاصة الشواطئ المسموحة، لأنه نداء تاعنا تكون نقول العائلة تروحوا الشواطئ المسموحة للسباحة. الآن يعني نشوفوا يعني ظاهرة الاستفاف في الشواطئ، نلاحظوا أنه الجميع يحبذ أن يكون في الصف الأول. نعم. نشوف المظلات تكون في الصف الأول، يعني نقول بصراحة هذا ما يسمح أنه ما يسمح للعائلات اللي تكون من وراء أن تذهب النظر عن الأطفال. نعرف الطفل كي يدخل يسبح، الطفل يلعب ويمرح مع اللعب والمرح انه يلقى روحه يتمشى سواء في الشاطئ، وتغيب انظار عني العائلات، لذا لما يخرج الطفل يعني من مكان من البحر الى الشاطئ يعني ما يلقاش النظره التي يعني للعائله او المظله اللي معروفه تاعو تاع العائله تاعو، لذا يتيه مباشره. شيء جميل انه المواطنين يتقدموا للحمايه المدنيه والمصالح الامنيه لمزاوله البحر، وبعض الاحيان يجون العائلات وما يقول لك تبحر لي وليدي او يعني عندنا تيهان في مخصص اطفال. هنا احنا عندنا اجراءات نتخذوها، يعني
فرضية الغرق تكون متواجدة، لكن هي تقنيات في عملية البحث، مكان الإقامة، مكان يعني من دخل الطفل، هل هناك ملابسه، هل ملابسه اختفيت، يعني حتى نزاول عملية البحث. في بعض الأحيان نبدأ عملية البحث يعني عن الغارق في البحر، لكن الطفل القهوه راح يشري. نعم، لكن أهم شيء تفضل. أهم شيء هو يعني حالات التيهان كثيرة جدا في الشواطئ، وسببها الرئيسي هو الاكتظاظ على الشواطئ. طبعا وعدم يعني التقيد بإجراءات، خاصة التباعد. نعم، إجراءات التباعد وهو طبعًا. كذلك أستاذ برناوي، نسيم، كسؤال أخير وأتمنى أن تكون الإجابة بإيجاز نظرا لضيق الوقت. نعم. يعني ما هي الإجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم اعتمادها في الأيام القليلة القادمة، ولو أنه يعني نحن مقبلين على نهاية موسم الاصطياف، لكن لا مانع من أن مصالح الحماية المدنية تتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل أقول من حالات الغرق في الشواطئ الجزائرية. نعم، الإجراءات هي سارية المفعول، ما زالت سارية المفعول، هي إجراء تحسيس جواري عن طريق عوان الحماية المدنية، عوان الموسميين في الشواطئ الآن، أن العمل الاستباقي قمنا به وما زال متواصل. الجهاز العملي يعمل عمله في الإنقاذ والإسعاف، لكن عمل التحسيسي متواصل وساري النفول، هذا ما نعول عليه للخروج بأقل أضرار خلال هذا موسم الصيف. إذا شكرا جزيلا أستاذ نسيم برناوي، مكلف بالاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية. نلتقي في فرص أخرى. شكرا لك. أمين. وأنتم مشاهدينا الكرام، ظهيرة نيوز متواصلة، فاصل ونواصل.